شارع الجرابون، اتولد سنة 65. بدأ في السيرة الهلالية، إن هو يعني يحب السيرة الهلالية، قعد يحفظ قصة من هنا وقصة من هنا لحد ما ربنا كرمه، وبقيت الصوت عنده بقي يعني قوي جدا، ومثلا قاعد يجرب نفسه. وأول حفلة خدها المرحوم أبويا أنا في دشنة، بعد كده قاعد في دشنة، بعد دشنة راح قصير بخانس تبع مركز أبو تشت، بعد كده قاعد نايف في ناجي حمادي. لكن هو ألف جديد في السيرة. أيوة طبعا، عمل قصص تانية. أيوة. زي قصص إيه؟ مثلا زي القصص بتاعت روضة غرب تونس، ومثلا رشيله الناجي، وعمل قصه برطوم، وعمل قصه عقيل بن راجح. عقيل بن راجح دي يعني هو قال الجزء الاول والف جزئين عليها يعني من مخه. وفي الروضه كمان مؤلف حاجات كتير. مؤلف حاجات كتير. زبيده وياسين. زبيده وياسين. مين بيسمع سيره دلوقتي يا هراس؟ مين بيسمع سيره علي جرامون؟ مين بيطلبها؟ كتير. فين؟ في انهي بلاد؟ اول حاجه قصر بخانس زي تبع مركز ابو تشت بيحبوا سيره، بروح هناك. عارفيني طبعا انه المرحوم والدي كان قاعد هناك، كانوا مع بعض هو الرئيس محمد اليمني زي ما تقول، عرفونا انا طبعا مثلا ان انا مسكت مكان ابويا في السيره، بيتفقوا معاي. وبلد اسمها الصمطه والحجارات ودشني، تاخدها يعني من الشعنيه لحد ما توصل دندره، زي مثلا حته اسمها ارمانت، خدت حفله هناك يعني يفرشوا كده حصائر في الارض ويبقوا واقفين، ما فيش حد قاعد غير مبصين على الشاعر اللي بيقولوا، وبيقولوا مع الشاعر يعني لو غلط في حاجه هم يجوا يعدلوا عليه، يقول لك انت نسيت كذا وانت نسيت كذا. انه في شباب اولاد صغيرين من سن 9 سنين و12 سنه و15 سنه بيسمعوا سيره.